سكن كريم، مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة من خلال تركيب وصلات للصرف الصحي ومياه الشرب وعمل أسقف للمنازل، وذلك على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر. المية عم يجيبها على راسه من آخر الدنيا من شارقة، يعني المية حمينا شبوا فيها، ولا عندنا ثلاجة ولا عندنا حاجات خالص، يعني المشاكل البيت فيه مشاكل كتيرة، مش قابلنا نجيبوا له حاجة، أما يبقى نتلش في الشتاء. من ساعة الجوز أنا عايش على كده، الجوز في الأوضة دي، أولادي بناموا جوا وأنا بنام على المصطبة دي، ما عنديش حمام الصراحة. الموضوع بتاع السكن الكريم اللي انتم تكلمتوا عنه وقلتوا انه فيه 64 ألف وحدة سكنية بتدخل لها وصلات المية، وإذا كان عايز سقفة وكده، وإحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. أنا شايف إن إحنا عايزين نكون يعني طموحين قوي في الموضوع ده، بحيث إن إحنا لأن إحنا كنا على إن إحنا هنخلص الموضوع ده خلال 18، فإحنا مستعدين ندعم هذا الموضوع من تحيا مصر برضو، بحيث إن إحنا ننهي هذا الأمر خلال سنة 18. عدة جهات حكومية وأهلية تشارك في المبادرة، منها وزارات كالأوقاف والإسكان والتضامن باعتمادات مالية قدرها 100 مليون جنيه، وتم الانتهاء فعليا من 26 ألف منزل، فضلا عن بروتوكول مع مؤسستي ساويرس ومصر الخير الأهليتين بقيمة 13 مليون جنيه لصالح المشروع. احنا هدفنا في هذا المشروع تجميع 500 مليون جنيه وتوجيهها لوصلات المياه ووصلات الصرف الصحي وتسقيف منازل أفقر الفقراء وتحسين بيئة السكن في أفقر 10 محافظات في مصر. بيئة السكن للأسر الفقيرة اللي موجودة في الريف هو تدخل مهم جدا، بيتكامل معاه التدخل اللي الدولة بتعمله لتحسين العشوائيات في حوالين القاهرة، بيتكامل مع الشغل اللي الدولة بتعمله في الإسكان الاجتماعي، بيتكامل مع الشغل اللي الدولة بتعمله في الإسكان المتوسط. الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وخاصة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة هو أهم أهداف المبادرة، والتي بدأت في المناطق المحرومة من الخدمات ليكون لكل مصري سكنا آمنا وكريما. طارق أحمد، هنا العاصمة. الحقيقة الصورة في التقرير بتتكلم عن نفسها، يعني قبل ما يكون واحدة من المشروعات الهامة على مستوى الحكومة والدولة، هي الحقيقة مشروعات هدفها إنساني، هدفها سامي جدا، لأنها بتوفر الحياة لأسرة. تخيلوا إحنا بنتكلم هنا مش بس عن تحسين مرافق وخدمات على المستوى الصحي ومية شرب نقية، إحنا كمان بنتكلم عن سقف في بيوت في المبادرة دي اللي بتحاول تحل مشاكل الأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجا. بتتكلم عن بيوت من غير سقف أساسا، يعني واحدة من المشروعات الحقيقة اللي اهتمينا ان احنا نعرف وفرت ايه للناس، حققت ايه للأسر اللي كانت محتاجة انتباه ومحتاجة وقفة علشان بس تعيش بشكل جيد وكريم لكل أفراد أسرتها، مش بس للأطفال مثلا اللي المفروض المجتمع يليهم الاهتمام الأكبر، احنا هنا بنتكلم عن الأسرة بالكامل. فيعني نتعرف أكتر مع ضيفنا وضيفكم عن برنامج سكن كريم اللي أطلقته الوزارة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2017. وصلوا لكم أسرة؟ حققوا نتيجة قد إيه؟ وفي كم محافظة؟ مع المهندس محمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للأشغال العامة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. قبل ما نبدأ حوارنا، طبعا المباراة انتهت حالا وأنا بكلم حضراتكم، مصر والنيجر، بدأنا الحلقة وإحنا بنتكلم عن فوز مصر 3-0، المباراة انتهت بفوز مصر 6-0. ألف مبروك للمنتخب الوطني. طبعا النتيجة دي محتاجة تليفون مع النقاد الرياضيين يقولوا لنا يعني قروا المباراة ازاي علشان النتيجة اللي حققناها اللي فيها مكسب عالي وربح عالي. كل التوفيق دايما للمنتخب الوطني. ألف 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 مبروك.
أستاذ محمد، يعني مجموعة من الأهداف الحقيقة قصدتها وزارة التضامن في إطلاق مبادرة سكن كريم بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا بالمشاركة مع وزارات أخرى. الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع بروتوكولات تعاون ما بين التضامن والأوقاف والإسكان لتمويل البرنامج، زي ما قلنا كمان في التقرير كان في كمان جهات أخرى معنية زي سويرس للتنمية ومصر الخير. إيه الأهداف دي يا فندم؟ وصلتوا فيها لقد إيه؟ عرفتوا تحققوها كلها؟ الحقيقة تحقيق الأهداف دي كلها عاوز وقت وعاوز إتاحة تمويل. المبادرة بدأت زي ما حضرتك ذكر في التقرير في أواخر عام 2017، ودي البداية أو كانت البداية. إحنا بدأنا بالفعل في تنفيذ هذه المبادرة في 5 محافظات، واخترنا مجموعة من القرى الأكثر احتياجا والأكثر فقرا في داخل هذه المحافظات، وبدأنا المرحلة الأولى فيها. المرحلة الأولى فيها شملت في البداية 27 قرية في 17 مركز في المحافظات 5 اللي ذكروا في التقرير، اللي هم المنيا وأسيوط وسوهاج وإنا والأقصر. احتياجات هذه المرحلة كانت مقدرة تقديرا أو تكلفة تقديرية لها كانت حوالي 550 مليون جنيه. تمام. وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة مع الوزيرة قررت في البداية تخصيص 200 مليون جنيه لهذه المبادرة من صندوق دعم وإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، ودي اللي هم يعني جزء من كيان وزارة التضامن الاجتماعي. المبلغ ده تقريبا بيساوي نصف المستهدف في المرحلة الأولى. بدأنا نشتغل من خلالهم، وبالفعل تم إنجاز جزء كبير من هذه الخطة حتى الآن. دخلت معانا زي ما حضرتك قلتي وزارة الأوقاف، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف في الأسبوع الماضي، وخصصوا 100 مليون جنيه لدعم هذه المبادرة. دخلت معانا مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أيضا في تمويل أجزاء من هذه المبادرة. كنا بندخل في المناطق اللي بنشتغل فيها بتمويل 80% من وزارة التضامن الاجتماعي و 20% من المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة، وبالتالي أصبحنا قادرين على أن احنا نستنفر أو نحفز الشركاء التنمية في المشاركة في هذه المبادرة. وزارة التخطيط أيضا دخلت في تخطيط أجزاء من متطلبات الخطة أو المرحلة الأولى في القرى المستهدفة. المحافظات اللي تم اختيارها للمرحلة الأولى والقرى اللي تم اختيارها للمرحلة الأولى تم اختيارها الحقيقة بناء على مؤشرات اعتمدنا فيها على حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى اللي هي البيانات بتاعت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بالتعداد والخاصة بمؤشرات الفقر، اللي بترتب ترتيب المحافظات والمناطق داخل المحافظات المختلفة اللي عايزة اللي محتاجة إلى دعم رعاية، واللي فيها احتياج للرعاية، واللي نسبة الفقر فيها والحقيقة ده موجود أكتر. عدد القرى دي يا فندم كتيرة؟ أو عدد القرى اللي هي محتاجة دعم بالتأكيد كتيرة جدا. يعني هل ليها نسبة ولو تقديرية حصر شامل مثلا بعدد المنازل اللي عايزة الصيانة؟ كنا بنتكلم في التقرير عن منازل لا يوجد بها سقف مثلا. بالضبط. احنا لما حصرنا المنازل دي في القرى اللي بدأنا بيها اللي هي تأتي في مقدمة المحافظات الأكثر فقرا وهي المحافظات 5 اللي ذكرناها، وفي داخل هذه المحافظات احنا يعني حضرتك نسبة الفقر اللي هي نسبة عدد السكان اللي هم يعني عند خط الفقر او اللي عندهم ما عندهمش الحد الادنى الكافي من الدخل بتصل في قرى الصعيد الى اكتر من 50%. وفي بعض القرى بتصل الى اكتر من 90%، لكن هي بصفة عامة في ريف الصعيد بتزيد عن 50%. وبالتالي احنا اخترنا القرى الاكثر احتياجا. تمام. وبناء على المؤشرات اللي هي الخاصه بترتيب مؤشرات الفقر اللي عملها التعداد العام وبحوث الدخل والانفاق اللي عملها الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. في داخل هذه القرى اخترنا الاسر الاكثر احتياجا من خلال
قاعدة بيانات تكافل وكرامة. قاعدة إيه بيانات المعايير؟ يعني المعايير الأسر بتبدو أحيانا في أحوالها الاجتماعية صعبة نسب الفقر ومتشابهة، إيه بقى المعايير اللي بتتواجد؟ نسب الفقر، الحالة التعليمية، الحالة الصحية، الدخل المتاح، لأن برنامج تكافل وكرامة بيضم فيه الأسر الأكثر فقرا والأكثر احتياجا للرعاية، وبالتالي هذه البيانات أصبحت موجودة كقاعدة بيانات جيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، اللي بنقدر نعتمد عليها في أن احنا نراجع بيانات الأسر الأولى بالرعاية وحالة المنزل، الحالة الصحية، الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الدخل، كل ده موجود في قاعدة البيانات دي، وبالتالي بنقدر نحدد المساكن والأسر المستهدفة اللي محتاجة إلى وصلة مياه خارجية علشان تحصل على مياه نقية للشرب، محتاجة إلى وصلة صرف صحي علشان تتصل بشبكات المجاري العمومية، أو بتحتاج زي ما حضرتك قلتي إلى سقف، وحتى يعني محاولة تأهيل البيت ليصبح أكثر آدمية وأكثر يعني كرامة، وعلشان كده تم تسميته وتم حصر الأسر دي يا فندم، تم حصر الأسر دي بالكامل. بتوفروا لهم مثلا فرصة عمل؟ يعني ما هو ممكن أنا أوفر لهم البيت والكيان، وده طبعا في حد ذاته إنجاز كبير. برامج الحماية الاجتماعية، لكن ممكن تكونوا كمان تعرضتوا لده، يعني تم طلب ده ليك منكم؟ ده بالتأكيد. أولا وزارة التضامن الاجتماعي مش بس برامج الحماية الاجتماعية فيها بتشمل سكن كريم أو حتى برنامج تكافل وكرامة اللي بيضم دلوقتي أكتر يعني ملايين الأسر اللي بتحصل على دعم من خلال هذا البرنامج، دعم مادي لتوفير دخل، وفي نفس الوقت بيحاول أن هذا الدعم يكون مشروطا بأن الأسر دي تودي أبنائها للمدارس، أنها تتردد على الوحدات الصحية طبعا. أنها تحاول تحسن ظروفها الاجتماعية والصحية والتعليمية. فإحنا طبعا من خلال هذه المعلومات بنقدر نحدد حالة الأسر دي واحتياجاتها. الأكثر من كده أن إحنا بنعمل بحث ميداني بعد تحديد هذه الأسر للتأكد بالفعل على الطبيعة أن هذه المساكن بتحتاج إلى إعادة تأهيل، بتحتاج إلى تسقيف، بننشئ فيها دورات مياه، لأن في بعض المساكن يمكن ما فيهاش دورة مياه داخل المسكن، ودي الحقيقة يعني أقل حق من حقوق الإنسان المأوى الكريم، حياة كويسة. ودي واجهتوها كتير يعني يا فندم، تم حصر الأماكن أو المساكن التي لا يوجد فيها دورات المياه؟ تم بالفعل حصرهم، والمساكن التي تحتاج إلى تسقيف، المساكن اللي ما عندهاش وصلات مياه. الحقيقة بالنسبة لتوصيل مياه الشرب يمكن الدولة نجحت من خلال المشروعات الإمداد بمياه الشرب في تغطية معظم أو كل قرى مصر تقريبا بنسبة وصلت إلى يمكن 97% أو 98%. لكن المشكلة الأكثر وضوحا هي الصرف الصحي، يعني يمكن القرى اللي مزودة بمشروعات صرف صحي وشبكات عمومية يمكن حوالي 20%، يعني في حوالي 80% من قرى مصر. لو كان هناك 5000 قرية في مصر، في 1000 قرية منهم بتتمتع بخدمات صرف صحي وشبكات عمومية ومحطات تنقية، وفي حوالي 4000 قرية بتعاني من نقص هذه الخدمة. وبالتالي يمكن في شغلنا كان العدد الأكبر للاحتياج كان وصلات الصرف الصحي. احنا في المرحلة الأولى حصرنا حوالي 5000 بيت في حاجة إلى وصلات مياه شرب خارجية، وحوالي أكثر من 60,000 بيت في احتياج إلى وصلات صرف صحي في القرى المستهدفة، وحوالي 5,000 بيت أو أكثر من 5,000 بيت محتاجين إلى إعادة تأهيل ويعيشوا بلا سقف. بدأنا نشتغل معاهم الحمد لله بعد مرور حوالي 8 شهور أو 9 شهور من إطلاق هذه المبادرة، تم تنفيذ حوالي 26,000 أسرة أو خدمة 26,000 أسرة وتأهيل أكثر من 26,000 مسكن حتى في مدة زمنية قد إيه؟ خلال 9 شهور الماضية، من ديسمبر 2017 حتى أغسطس 2018 نجحنا في أن احنا
صرفنا حوالي 180 مليون جنيه، حققنا المستهدف في أكثر من 26 ألف أسرة، ونأمل إن احنا إن شاء الله بمنتصف العام القادم نقدر نغطي المرحلة الأولى بالكامل. إن شاء الله تكلفة توصيل المية لمنزل في منطقة من المناطق الأولى بالرعاية، تكلفة بتتراوح توصيل الصرف الصحي، المشاكل اللي حضرتك قلت إن ليها الأولوية وكانت كبيرة جدا. تكلفة وصلة المية الخارجية بتتراوح ما بين 2000 إلى 3000 جنيه تقريبا للمنزل الواحد، أحيانا بتزيد قليلا على حسب مكان شبكة المية وبعدها عن المسكن المراد توصيل المية إليه. شبكة الصرف الصحي بتتراوح تكلفتها ما بين 6000 إلى 8000 جنيه برضو على حسب موقع المنزل بالنسبة للشبكة العمومية. إعادة تسقيف المنزل في حدود مساحة من 60 متر إلى 70 متر تقريبا بتتراوح ما بين 15000 إلى 20000 جنيه. وإنشاء دورات مية أو إعادة تأهيل، يعني التكلفة الكلية لتأهيل المنزل قد تصل إلى 25000 أو 30000 جنيه، حتى يعني يبقى في الحد الأدنى للاعتبارات الأدمية. يعني البروتوكول يا فندم اللي تم مع مؤسسة سويرس للتنمية، مؤسسة مصر الخير، البروتوكول ده بيستهدف سوهاج، بيستهدف قرى معينة فيها، بيستهدف كمان يعني عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا زي ما حضرتك ذكرتي المبادرة دي أطلقتها وزارة التضامن، لكنها بتتم بالتعاون مع مجموعة من الوزارات ومع مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات والمؤسسات الأهلية. الوزارات اللي داخلة معانا الحقيقة في التعاون في هذه المبادرة وزارة التخطيط، وزارة الأوقاف، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المؤسسات الأهلية شغالة معنا الحقيقة مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبيرة، ومنها مصر الخير، ومنها جمعية الأرمان، ومنها رسالة، وغيرها من الجمعيات والجمعية الشرعية. بدأنا الحقيقة نحفز ونستنفر الجهود لأنه يدخل معنا في المشاركة في هذا البرنامج الإنساني النبيل مجموعة من رجال الأعمال والشركات القطاع الخاص. وبالتالي يعني في من حوالي 6 شهور تقريبا أو 5 شهور تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين الوزارة وشركة بالم هيلز مع جمعية الأرمان، وتخصص 250 مليون جنيه مناصفة ما بين جمعية الأرمان والشركة لدعم برنامج سكن كريم. الحقيقة لما بيدخل القطاع الخاص أو بتدخل مؤسسة داعمة للبرنامج بتدعم ده، وبنترك لها كمان حرية اختيار المحافظة أو المكان اللي يحبوا يشتغلوا فيه، بمعنى أنه لو حد من القطاع الخاص أو من رجال عنده أعمال عمل في محافظة معينة عايز يشتغل في محافظة الشرقية في أجندة عمله مش داخلة معنا في المرحلة الحالية، لكن احنا الحقيقة مستهدفين ان احنا بعد المرحلة الاولى ننتقل ان شاء الله، ده الخطة بقى متوسطة المدى او طويلة المدى، ان احنا بعد ما ننتقل المرحلة الاولى نبدأ المرحلة الثانية التي تشمل محافظات الجيزة وبني سويف والفيوم واسوان، ثم ننتهي من المرحلة الثانية ننتقل الى المرحلة الثالثة التي تشمل باقي محافظات الوجه البحري والدلتا. لكن احنا دلوقتي بنشتغل في المحافظات الاكثر احتياجا. مؤسسة سويرس للتنمية الاجتماعية مع مؤسسة مصر الخير الحقيقة ده البروتوكول اللي تم توقيعه الأسبوع الماضي ب 13 مليون جنيه، 10 مليون جنيه من مؤسسة سويرس و 13 من مؤسسة مصر الخير لعمل الدعم البرنامج ده في 5 قرى مختارة في محافظة سوهاج. مختارة بناء على ايه يعني؟ مختارة بناء على القرى التي فيها مؤشرات الفقر العالية اللي انا ذكرتها، ودخلنا معامل او معيار جديد طلبت مؤسسة سويرس وهو درجات ونسب الإعاقة في هذه القرى. واخترنا هذه القرى التي توجد فيها نسب إعاقة وأسر فيها حالات إعاقة،
وبتعاني من احتياجات المسكن. ايه بقى اللي هيحصل يعني بما انه ده معيار جديد زي ما حضرتك بتقول بناء على البروتوكول اللي تم فعلا مع حضراتكم ومع المؤسسات اللي ذكرناها، مؤسسه ساويرس للتنميه، مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الخيريه الداعمه للمبادره وللمشروع. تمام. ايه اللي بيحصل يعني هتعملوا ايه مع ذوي الاحتياجات الخاصه؟ دخلنا المعيار الخاص بوجود حالات لذوي الاحتياجات الخاصه في الاسر اللي هيتم خدمتها من خلال التمويل الخاص بهذه المبادره، واللي قد تحتاج مساكنهم الى شيء من التاهيل للتعامل مع حالات الاعاقه الموجوده. تمام. بمعنى انه لو كانت الاعاقه دي اعاقه بصريه او حركيه او كده ممكن يتعمل مثلا رامب او طريقة معينة لدخول المسكن أو أعتاب لدخول المسكن أو مسار أو جدران أو درابزين يستند عليه صاحب حالة الإعاقة، يعني عناصر بسيطة جدا يمكن تزويد المسكن بها تضاف إلى ما يتم من بناء سقف أو من توصيل مية أو صرف أو يعني تحسين حالة المسكن. الخمس قرى يا فندم من يعني الأعلى في حالات الاحتياجات الخاصة؟ في حالات الاحتياجات الخاصة وفي مؤشرات الفقر اللي موجودة فيها. العدد يعني من يعانون والحالات ليها نسبة معينة؟ احنا الحقيقة حددنا الإجمالي الحالات اللي موجودة وهيتم فحصها ميدانيا على الطبيعة للتأكد من حالة المسكن ولإدراجها طبقا لحجم التمويل المتاح، انما يعني مش هنخلي ولا جنيه واحد يبقى من هذا التمويل الا ويتم تخصيصه في مكانه الصحيح، لان زي ما حضرتك عارفه الاحتياجات كثيره جدا وواسعه جدا والامكانيات المتاحه ربما تكون قليله مقارنه بالاحتياجات، وبالتالي احنا بنحاول جاهدين ان هذه الموارد المتاحه توجه يعني وبحرص شديد جدا إلى الأكثر احتياجا وإلى الحالات فعلا الصحيحة وتستخدم في مكانها الصحيح، ونحافظ على كل قرش أو كل جنيه من هذا التمويل بحيث أنه طيب واضح أنه كمان دور القطاع الخاص في المبادرة يعني ليه مساحة وموجود في تبرعات بتيجي غير الدور اللي ذكرناه مع المؤسسات الخيرية، في تبرعات من رجال أعمال من شركات قطاع خاص للمشروع. الحقيقة يعني يمكن برضو الأسبوع الماضي ده أحد شركات البترول سمعوا عن هذا البرنامج النبيل فطلبوا أن هم يشاركوا فيه واختارونا ان هم خصصوا مليون جنيه، بس طلبوا ان هو يتخصص لمكان معين وهو مدينة راس غارب في محافظة البحر الأحمر اللي هي المنطقة اللي بيشتغل فيها شركة البترول دي، فاحنا برضو اديناهم كل البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، هم حوالي 140 أسرة في داخل منطقة مدينة راس غارب والمساكن التي تحتاج إلى سقف والمساكن التي تحتاج إلى وصلات مياه شرب، وبلغناهم بها وحيتم حصرهم فعلا على الطبيعة وتوجيه هذا التبرع لهم. هنكمل تفاصيل المبادرة بعد ما يعني نسمع قراءة في نتيجة المباراة. انتهت المباراة ما بين مصر والنيجر، أهداف المباراة 6-0 للفراعنة. بينضم لينا مرة تانية الأستاذ إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، بجدد التحية بك يا أستاذ إيهاب. احنا بدأنا النهاردة الحلقة واحنا بنتكلم انه مع بداية الحلقة المباراة بدأت، وكان طبعا الشوط الأول انتهى وحضرتك كنت بتقرأ معانا النتيجة 3-0 والتوقعات بالمزيد من التقدم للمنتخب الوطني. هل النتيجة دي فاقت التوقعات بقيادة فنية جديدة؟ طبعا تحية لحضرتك استاذ إيهاب ولكل مستمعينك الكرام. النتيجة دي فاقت التوقعات، ونكمل كلامنا اللي قلناه في بداية الحلقة، لان الجهاز الفني الجديد بيتولى المسؤولية لاول مرة، الوقت كان قليل جدا للتجهيز، فعدد من التغييرات في استبعاد 12 عنصر من المنتخب القديم، مشاركة 3 عناصر بداية من المباراة دي لأول مرة مع المنتخب الجديد، وكمان شارك عنصر رابع حسين الشحات في الشوط الثاني زي ما قلنا، وهيشارك قلنا عايزين نضاعف الأهداف، بالفعل تم مضاعفة الأهداف 6 أهداف، نتيجة كبيرة جدا، اتفاق كبيرة لمحمد صلاح اللي فضل موجود
في الملعب برضه، رغم تأكيدي على يعني الضغوط اللي بيتعرض ليها محمد صلاح، الضغوط اللي محمد بيتعرض ليها وضعف المستوى الفني للمنافس، لكن الشكل افضل. بس حضرتك توقعت انه اداء محمد صلاح ممكن يكون افضل في الشوط الثاني؟ هو بالفعل وهو ما حدث واحرز طبعا هدف صريح من ضمن ثلاثيه الشوط الثاني. محمد صلاح يعني بالظبط لاعب مميز جدا، ولاعب بيبقى عنده الاستفاقه السريعه في الملعب. اجيري بدايه موفقه جدا مع الكره المصريه، واعتقد ان الفتره الجايه هتكون النتائج افضل. دي اكبر نتيجه اتعملت في الفتره اللي فاتت. كوبر اثناء وجوده اكبر مباراه كسبها كان على تشاد، مره في تصفيات افريقيا ومره في تصفيات كاس العالم، مره خمسه ومره اربعه ما حققش رقم السداسيه. كمان هيكتور كمان اجيري قدر يدخل رقم الشكل الهجومي والفوز الهجومي منذ يعني سنه 2015 شهر نوفمبر، ودي كانت اخر مباراه نكسب فيها برباعيه. الشكل الهجومي بقى افضل والفعاليه الهجوميه بقت افضل برضه، باكد مع ضعف المنافس، لكن الشكل العام هيبقى افضل لما بتقابلي فرقه قليله فنيا. يعني حضرتك تقصد انه ضعف المنافسه والاداء اللي حضرتك وصفته بانه غير قوي للمنتخب الاخر يعني ساهم بشكل او باخر في النتيجه ما بين مصر والنيجر. ساهم، ورغبه مدير فني انه يلعب بطريقه فيها شكل هجومي ده الافضل بدل ما واحد طريقه معينه امام كل المنتخبات القويه والضعيفه. لكن برضو لا نغفل ابدا قياده المدير الفني، خاصه ان حضرتك اكدت عليها. طبعا شايف انه كان ليه نقاط قوه النهارده استاذ ايهاب خفير اجيري في التعامل مع المنتخب، عرف يستفيد من الشوط الاول، عرف ان هو يعرف نقاط ضعف الفريق الاخر ازاي يا فندم. لا هو عنده جرأه في ان هو عنده الاندفاع الهجومي، مقدر الماتش صح، وبالتالي عايز يحرر الشكل الدفاعي اللي كان المنتخب بيلعب بيه. الراجل تصريحاته كانت واضحه قبل المباراه، هنغير الشكل، هنلعب بطريقه مختلفه، هنلعب بطريقه هجوميه. الكلام ده اتنفذ على ارض الواقع، وبالتالي بدايه موفقه، وان كان القادم ان شاء الله يكون احسن مع المدير الفني الجديد. شكرا جزيلا استاذ ايهاب الخطيب الناقد الرياضي على وجودك معانا. الف الف مبروك مره ثانيه للفراعنه 6-0 اهداف مباراه مصر والنيجر. مروان محسن كان الهدف الاول، وايمن اشرف كان الهدف الثاني، وصلاح كان الهدف الثالث، والهدف الرابع كان لصلاح محسن، ومحمد صلاح حقق تقدم في الشوط الثاني، وكان هو صاحب الهدف الخامس، وانني صاحب الهدف السادس. يعني كل التوفيق دايما للمنتخب الوطني برغم اي ظروف تحدث عنها استاذ ايهاب تحديدا بمحمد صلاح، الا انه النتيجه طبعا زي ما قال استاذ ايهاب فاقت كل التوقعات. بدايه موفقه جدا لخفير اجيري، القياده الفنيه الجديده، يعني البشاير الكويسه بناء على هذه النتيجة. نرجع مرة تانية لبرنامج سكن كريم. وزارة التضامن يا فندم، واحنا بنتكلم عن مبادرة سكن كريم ليها مبادرات تانية، بتصور ان كلها متضافرة باشمهندس، انه يعني مثلا مبادرة فرصة اللي بتوفر ايضا فرص العمل متشابهة جدا مع سكن كريم، بما انكم بتتعرضوا ايضا لطلبات بانه يكون في توفير عمل، يعني اكيد في تنسيق مع هذه المبادرات اللي في النهاية بتحقق النتيجة المرجوة. هو يمكن زي ما برضو ذكرنا في البداية انه في عدد من برامج الحماية الاجتماعية بتتولاها الوزارة او بترعاها الوزارة، وعلى رأسها طبعا تكافل وكرامة. في سكن كريم، في برنامج فرصة، وده اللي هو المنوط بيهم ان هم توفير فرص عمل واعطاء قروض لانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. برنامج سكن كريم الحقيقة في احد الاهداف غير المعلنة له، وهي انه بيتيح فرص عمل مؤقتة أثناء تنفيذ المكونات المشروع. يعني العمالة اللي بتستخدم في تنفيذ المكونات البرنامج أثناء تنفيذ البرنامج دي بتشكل الحقيقة إتاحة فرص عمل للعمالة العادية والعمالة الموسمية اللي يعني بتشتغل في المواسم الزراعية أو غيره.
في انه اثناء تنفيذ برامج التسقيف والتاهيل المنازل وانشاء خطوط وصلات المياه والصرف، كل دي والسباكين والنجارين والحرفيين والعماله العاديه بالحفر والردم وغيره، كل دول بتبقى زي فرص عمل بتوجد في القريه الفقيره اللي الناس دي او الاسر دي منها. ومعظم اللي بيشتغلوا في التنفيذ بيبقوا من الاسر الفقيره اصحاب المنازل دي او اللي في المناطق الاكثر احتياجا. ازاي مبادره سكن كريم بتسعى وبتساهم في القضاء على فيروس سي؟ هو طبعا فيروس سي واي امراض يعني موجوده بصفه عامه سببها الرئيسي بيكون التلوث، الظروف البيئية الغير مواتية أو الظروف الصحية المحيطة، عدم توفر مياه نقية للشرب، عدم توفر وسيلة آمنة للصرف الصحي، كل دي بتؤدي إلى عناصر إلى التلوث وإلى وجود البكتيريا ووجود أسباب للأمراض. وبالتالي إتاحة السكن الكريم أو تحسين الفرص البيئية والبنية التحتية للمساكن الخاصة بالمواطنين في المناطق الأكثر فقرا هتؤدي بالضرورة إلى تحسين الظروف البيئية وإلى تقليل احتمالات التلوث والتعرض للأمراض، ومنها فيروس سي ومنها أمراض أخرى. يعني تحسين الظروف المحيطة بالأسرة بالتقليل يعني بالتأكيد هيؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة ومنها فيروس سي، والى تقليل نسبه الوفيات للاطفال في السن الصغير حتى 5 سنوات. يعني تحسين السكن يؤدي الى تحسين الظروف البيئيه والصحيه والاجتماعيه. وواجهتوا حالات مرضيه كثيره فعلا نتيجه الظروف الصعبه اللي حضراتكم بتحاولوا تحلوها؟ ما عندناش حصر بيها، لكن بالتاكيد كانت معظم القرى اللي بتتحسن فيها مؤشرات السكن ومؤشرات وجود شبكات مياه نقية وصرف صحي آمن بتقل فيها نسبة الإصابة بالأمراض وخصوصا الأمراض اللي زي الفيروس. طيب حضراتكم استندتوا في المبادرة دي على أساسيات خاصة بالتقديرات ونسب وأرقام من الأجهزة المعنية بده، مركز التعبئة والإحصاء على سبيل المثال. لكن افرض دلوقتي يا فندم حد بيشوفنا وبيتابع الحوار ده وحس من كلام حضرتك انه بتنطبق عليه الشروط اللي تخليه يقول لكم انا محتاج للرعاية دي، انا اسرة اولى بالرعاية، انا في مكان اكثر احتياجا، قريتي هي الاكثر احتياجا، يعني بيساهم معاكم في الوصول للاماكن اللي ممكن انكم تساعدوه، وهو نفسه الشخص ده مثلا عايز كده، عايز مساعدتكم. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده بيحصل فعلا. بمعنى انه اولا قاعدة البيانات اللي موجودة عندنا ربما تكون فيها بعض بيانات غير دقيقة او غير صحيحة، وعلشان كده احنا بنراجع عليها مرة تانية علشان نتأكد من صحتها، من خلال انكم بتتابعوا الحالة على الارض فعلا، ميدانيا على الطبيعة قبل ما نبتدي نشتغل في البيت ده. نمرة اتنين انه في بعض الناس غير قادرين على ان هم يوصلوا نفسهم الى برنامج انهم يسجلوا نفسهم في الضمان الاجتماعي او في برنامج تكافل وكرامة لسبب او لاخر، لان هم مش عارفين عنه او مش واصلين له او مش قادرين يوصلوا الى الاجهزة اللي ممكن تراجع بياناتهم او تسجلهم. لما بنصادف ده ميدانيا ايضا او بيجي لنا حاجة عن طريق زي ما حضرتك بتقولي حد بيقول والله انا شايف ان انا تنطبق عليا الشروط، بيجي لنا عن طريق بعض اعضاء مجلس النواب، عن طريق بعض اجهزة الادارة المحلية، عن طريق مديريات التضامن الاجتماعي. في حالات تستجيبوا ليها عن طريق برضو البحث ميدانيا، بتشوفوا الحالة على الارض، بنبحث ميدانيا للتأكد اولا من انطباق الشروط عليها، وثانيا من احتياجها الفعلي ومن صحة البيانات اللي موجودة، وبالتالي ممكن نضمها إلى المبادرة بتاعتنا وممكن تستفيد من البرنامج بتاعنا. بالإضافة إلى أنه يعني عندنا برضو فاعلي الخير موجودين، فلما يعني بنساهم معاهم برضو بيقدروا يساعدونا في توصيل صوت الناس اللي هم الأكثر احتياجا اللي ربما يكونوا ما مش مسجلين
كمقبولين في قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة، أو بعاد عن أن احنا نعرفهم، إذا عرفناهم بنروح له. كل التحية لحضراتكم في المبادرة والمبادرات الأخرى اللي بتحاولوا فيها أن انتم تساعدوا أي أسرة محتاجة أو أي شخص نفسه أنه يحقق حياة كريمة لأولاده ولبيته، وكل التوفيق في الخطوات القادمة، وإحنا مع حضراتكم متابعين الإنجاز والنتيجة قدر المستطاع. بعد كل فترة كده زمنية بنطلع مع حضراتكم الأمور وصلت لفين. شكرا جزيلا لحضرتك المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للأشغال العامة. شكرا لحضرتك على هذا الاستضافة، ونتمنى أنها تكون حافز للقطاع الخاص ولرجال الأعمال ولمؤسسات العمل المدني أنها تساهم معنا وتزود الموارد الخاصة بالسكن الكريم. شكرا جزيلا. وبعد الفاصل قطاع مهم جدا، القطاع الخاص بالسكة الحديد، قطاع النقل من وقت للتاني بيحاول انه يحقق التطوير في الكثير من المرافق الخاصة به. مستوى القطارات او المحطات او المزلقانات دايما بنتكلم عنه من الناحية السلبية، لانه بيبقى في حوادث، في مشكلات، في امور محتاجة صيانة. النهاردة احنا بنتكلم بشكل اخر، بنظرة ايجابية، بنظرة ايضا واقعيه. اللي بنتكلم عليه ده بنشوف العامل الزمني الخاص لتحقيقه قد ايه، ما تم تنفيذه فعلا، وكمان الوفود الاجنبيه وتحديدا الوفد الروسي اللي كان مساهم في عمليه التطوير، ازاي استفدنا من الامكانات المخصصه لعمليه التطوير، ومن ايضا الامكانات الخاصه بهذه الوفود الاجنبيه لدعم الخطه المصريه لتطوير مرفق السكه الحديديه ورفع كمان مستوى الكفاءه. بعد فاصل قصير.